هيدي الباندان بتكون مزيج من الحليب والسرة تاعو البيبي. أنا كنت أول وحدة بلبنان يعني اللي عملتها لأنه مش موجودة بعد بلبنان كان. بخلال كل شيء في ستاديز عملتها أنا لحتى أشوف شو ممكن أنا شو عم بقدم لأولادي، فجأة لقيت إنه الحليب بينعمل مجوهرات، فأخذت هيدا التب بحد يعني بشكل خاص وخضت فيها، يعني فتت ديبلي فيها لحتى أعرف كيف بدأت تنعمل مجوهرة. عرفت إنه برا موجودة هيدا الفكرة وحبيت أنا إني كمل فيها وجربت ونجحت الحمد لله. بلشت بالصفحة كنا أول كورونا واستغليت موضوع كورونا بالبيت وطورت الأفكار لحتى صار عندي كل هيدول الأشياء. تجي الأم بتعطيني لنقول 45 ملي من الحليب السائل، أنا بعملها إياه على 3 دفعات، يعني بشتغل إياه على 3 دفعات. أول فيز بعملها إياه كوك، بشيل منها كل البكتيريا للحليب، برجع بنشفه، برجع بصير على هيدا الشكل. هيدا هو الحليب هيك جاي باودر، بصير جاهز لحتى أنت تشتغلي فيه وتحطيه مثلاً على هيدا الباندان. بصير نحط على هيدا الطريقة وبتركزي وبتحطي فوقه دواء وبيتنشف، بعدين بصير بلاسمة جولاي. فيني أعمل سنين بعد مش عاملة، أكيد ما مجربة لأ ما في حدا بعد استرجع يعني بس فيني أعمل من السنين. وفي كمان سرة البيبي اللي هي مهمة جدا وكتير عم ينطلب مني، هيدا الباندان، هيدا الباندان مثلا، هيدا من شعرة البيبي أوكي، ومن الأمبليكال كورد يلي هي محطوطة على هيدا الشكل كمان، وهون كمان أمبليكال كورد محطوطة بقلب بقلب شكل قلب، كلها حليب ومن حواليها في الأمبليكال كورد. 90% فينا نقول أكيد بوزيتيف، لأنه تخيلي أنت عم تعطي شيء منك DNA، يعني DNA عم تحتفظي فيه بدك تعطيه لابنك أو أنت تلبسيه، يعني إن كان شعرة البيبي إن كان حليب البيبي، عرفتي كيف؟ فهذا شيء كتير حلو، يعني لما تحس فيها الأم إنه أنا هذا الشيء، هيدا الفكرة إنه أنا عم باخد حليب أم عم بشتغل لها وقدم لها الفكرة أو الجولري اللي هي حاببتها وتنبسط فيها بالأخير تقلي على الفينيشينج واو أنا ما كنت عارفة هيك حيطلع لي هيدا البيس الحلو يعني.